وشك هينور ويبقى زي الطبق المدور. الرجل سر الخلطة، وصفات ياسمين عزل الجمال تثير الاستفزاز. تواصل مقدمة البرامج ياسمين عز إثارة الجدل بتصريحاتها لتتصدر الترند خلال الساعات الماضية. اتقدمت نصيحة للسيدات المتزوجات بغسل وجوههن بماء الشرب المتبقي من كوب الزوج واستخدام باقي القهوة من فنجانه لعمل ماسك للبشرة. بعد ما يشرب باقي القهوة شوية صغيرين دول اعملي منها سكراب رباني ينور وشك، ينظف وشك، يغسل أحزانك. نصائح عز قبلت بموجة من الضحك والسخرية من الرجال قبل النساء، فيما عبر آخرون عن استغرابهم من قدرتها على سرد حديث كهذا بتلك الجدية. نذكر أن هذه ليست الوصفة الجمالية الوحيدة التي قدمتها عز للسيدات، فقد كشفت أيضا عن أن قبلة الزوج لرأس زوجته تطيل شعرها، وهنا نصيحة أخرى. تصرفي فلوسك ليه على كريمات تفتيح وتنوير البشرة وبلاشر وتنوير وتلميع لما ممكن تتجوزي مهندس وشك هينور لوحده من تلقاء نفسه؟ انت بسمعش الكلام.